هذا لا ريلاسيون ريسيبروك خديت واحد لا ريلاسيون ار دو او فير اف ودابا غنتعرفوا على لا ريلاسيون ديكسيون لا ريلاسيون ريسيبروك ديال مادام ار معرفه من او لاف لا ريلاسيون ريسيبروك ملي غادي تكون ديكسيون معرفه من اف لو انا غادي هنا دونك لا ريلاسيون ريسيبروك غادي ندير لا فليش ندير ديكسيون من F للE. Donc العلاقة اللي كتربط عناصر المجموعة F على المجموعة غادي ندير نسميها R موان. Donc R يديفيني دو E فير F et R موان Z يديفيني دو F فير E. دابا نتعرفوا كيفاش هاد لا ريلاسيون ريسيبروك. دابا إلا فهمتوا معايا مزيان صفر نعمل مرتبط مع بعض. شنو غادي نكتب هنا؟ صفر صفر هانتوما صفر شوف الفلاش ماشي من صفر أربعة. سميت لا ريلاسيون اللي كتجي سميتها R دونك صفر اون ريلاسيون افيك 4 شنو كيقال مادام الصفر مرتبط مع 4 بلا ريلاسيون R دابا ندير العكس دابا 4 الا درت من هنا لهنا 4 باش مرتبط بصفر ولكن بلا ريلاسيون R موان زيرو دونك شنو غادي نكتب 4 لك الترتيب غندير زيرو هنا غندير R موان زيرو دونك نفس الشيء إلا درتنا 1 مع المرتبط ب 5 سميت لا ريلاسيون R إيكيفو با إلا درت دابا 5 فيغ 1 5 أون ريلاسيون أفيك 1 اللي مرتبط ب 1 بلا ريلاسيون R موان 1 نمشيو دابا 3 موان 2 3 إي أون ريلاسيون أفيك موان 2 إلا ريلاسيون R إيكيفو A نقلب دابا موان 2 en relation avec 3 la relation R moins 1 donc je note on dit on a la relation R de E vers F la relation réciproque de la relation réciproque est une min F donc il a dit on a la relation on a la relation X on a la relation X on a la relation X on a la X on a la donc je vais dire il a qu'un X en relation avec Y. X مرتبط ب Y بلا ريلاسيون R. شنو كيكافي؟ كيكافي بلي Y en relation avec X باش بلا ريلاسيون R موان. هذا هو التعريف ديال لا ريلاسيون ريسيبروك. ألوغ شنو غادي نكتب؟ سوا R غندير R اون ريلاسيون ريلاسيون بينار ولا غادي نكتب غير ريلاسيون ريلاسيون بينار ولا تو سامبلومون ريلاسيون ريلاسيون بينار de E vers F. D'abord, on va voir la relation réciproque. La relation réciproque. La relation réciproque. Moi, je suis comme Zola. R moins 1. Notez. On est comme noté, voilà. Notez R moins 1. La relation réciproque, notez R moins 1, 2, ni mal. 2F. فير E لحقاش R قلنا من E لF إذا F إذا R موانز أن F فير E لا غولاسيون ريسيبروك نوطي R موانز أن دو F فير E إيديفيني باش معرفة إيديفيني باغ باش ديفيني غادي ناخد واحد إكس و إيكغيك كيما هكا دونك شنو غادي نكتب بوغ تو إكس إيكغيك أبارتيان أ E فوا F أنا ناخد إكس كينتمي E و إيكغيك كينتمي F إذا كان عندي ندير هنا ندير Y دابا أنا بديت Y Y هو هذا هو Y واللي هي X Y باش مرتبط ب X بلا ريلاسيون R موان 1 Y إي أون ريلاسيون أفيك X أفيك لا ريلاسيون R موان 1 شنو كيكون؟ إذا كان Y مرتبط ب X بلا ريلاسيون R موان 1 شنو كيكون؟ كيف بأن X مرتبط ب Y X يعني مرتبط ب Y إي ريلاسيون بلا ريلاسيون R Donc, il y a la définition de la relation réciproque. Et là, on va dire que R est moins 1, nous avons R moins 1. Je vais vous dire moins 1. Je vais vous dire R. R est de E et F. Je vais vous dire que R moins 1. Il est de F et E. R moins 1, c'est la relation réciproque. R moins 1, c'est F et E.
إذن R moins M moins M غادي تكون من كل F شكون هي هذيك هي R دونك R moins M moins M شنو كتعطيني كتعطيني هي R alors كيف ما بغات تكون لا ريلاسيون R moins M moins M égale à R